وبشأن أزمة الروهينجا ينضم إلينا عبر الهاتف من لوسيرن رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني. سيد عزيز مرحبا بكم. مع تصريحات نبدأ تصريحات زعيمة ميانمار بأنها مستعدة لعودة مسلمي الروهينجا، ما مدى مصداقية هذه التصريحات سيد عزيز؟ تفضل. شكرا لكم. أنا الآن في مدينة كولن بألمانيا بمناسبة انعقاد مؤتمر أركان روهينجا المشكلة والحلول. لست في لوسيرن الآن، ثم أشكركم على هذه الاستضافة. مردا على سؤالكم، نعم، زعيمة بورما الآن تتظاهر كما هي عادتها أنها أنها يعني مسالمة وأنها يعني تريد عودة اللاجئين، يعني فهي في الحقيقة بهذا الكلام تسوق صورتها للمجتمع الدولي، وليس لديها، بل الحكومة البورمية بصفة عامة ليست لديها النية الصادقة أو الإرادة السياسية الحقيقية لاستعادة من تم تهجيرهم إلى بنغلاديش. كل هذا ما يطرح في الإعلام هي فقط للتسويق للمجتمع الدولي، لأن لا توجد هناك في داخل أركان إلى الآن لا هناك أمن ولا هناك يعني توقف عن الممارسات القمعية بحق من بقي من الناس، لأن هناك الآن يعني الآلاف الآن محاصرين ويعانون من الجوع والأمراض وهكذا. فكما أن يعني بعد ما اتفقت الحكومة البورمية مع بنغلاديش لإعادة اللاجئين إلى بورما، لم تقم الحكومة البورمية إلى أي شيء إلى يومنا هذا توحي بأنها جادة في مسألة يعني استعادة اللاجئين إلى داخل أركان، وكل ما يطرح فقط هو للتسويق والإعلام فقط لا غير. سيد عزيز، يعني في حالة عودة مسلمي الروهينجا، يعني من يضمن عدم ارتكاب انتهاكات جديدة ضدهم في وقت يعني أنكر قائد الجيش في ميانمار أنه عدم وجود ارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا؟ سؤالي هنا، من يضمن عدم ارتكاب هذه الانتهاكات؟ هل هناك ضامن حقيقي في هذه المسألة؟ نعم، لا يوجد. نعم، فلذلك الآن يعني 99 بل يعني 100% من اللاجئين لا يريدون العودة إلى ديارهم بسبب مخاوف من هذه المشكلة. نعم، أنا نفترض الآن هناك أرضية ورجعوا من تم تهجيرهم إلى بنغلاديش إلى 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 داخل بورما، فما هو الضامن؟ نعم، لا يوجد الضامن، لأن ليس هناك طرف دولي أو طرف إقليمي يعني دخل في هذه المعادلة لضمان يعني أمن المهاجرين حتى لا يرتكب بحق ما ارتكب في المرحلة الماضية، وهذه المخاوف الحقيقية التي تقف دائما يعني تقف ضد هذه الإرادة. نعم سيد عزيز، الدول الغربية اعترفت بوجود انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا، لكن لا نلاحظ أي تحرك من أجل فرض عقوبات على جيش ميانمار، ما سبب في ذلك من وجهة نظركم سيد عزيز؟ نعم، تعرف أن مشكلة القضية الروهينجية الآن، يعني صحيح أنه الآن المجتمع الدولي اعترف يعني بما في مجلس حقوق الإنسان، حتى مجلس الأمن والدول الكبرى منها أمريكا وبريطانيا وبعض الدول يعني اعترفت الآن هناك يعني التطهير الإرقي، هناك إبادة جماعية بحق أناس، هناك اغتصابات وهناك قتل عام بحق المسالمين المدنيين الأبرياء. كل هذا في الأخير لا يوظف إلى الآلية. يعني الآن إذا ارتكبت جريمة هناك قانون دولي، يعني لابد يتم ملاحقة من ارتكب مثل هذه الجرائم وفق القانون الدولي، فلا بد هناك محاسبة. إلى الآن يعني الدول يعني المجتمع الدولي عاجز أن إيصال هذه القضية إلى الآليات بشأنها ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال الشنيعة. والسبب هو يعني وجود دول يعني القوية النافذة في مجلس حقوق الإنسان ولا في مجلس الأمن ولا حتى على مستوى الساحة الدولية مثل روسيا والصين والهند وغيرها من الدول، وحتى الدول الإقليمية يعني الآن تساند بورما. فهذه من المآسي التي نحن الآن كمجتمع روهينجي نعاني منها. فالآن الصين تدافع، يعني بل هي الآن بس يعني أحيانا تتحدث بصفة مندوب
بورما في بعض المنصات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن. نعم سيد عزيز. أحيانا تنقل حرفيا كما نقلت الحكومة البورمية عن التبريرات عن الوقائع التي جرت في بورما، وهذه للأسف لا نعرف. الآن الدول الكبرى عرفت والمجتمع الدولي عرف، بالرغم من ذلك الآن يعني لا تصل هذه القضية إلى الآليات الدولية. نعم. من كولن الألمانية رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني، شكرا جزيلا لكم.